كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. إذن بحمد الله برز نجم التلميذة مريم أمجون بفضل إدارة شابة منفتحة وطاقم تربوي ملتزم بعمله وفي المستوى المطلوب، بالإضافة إلى تعاون مثمر مع جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. طبعا هي تلميذة نجيبة ولا ننكر أنها يعني من بيت أسرة التعليم، يعني عندما يعني يكون تعاون بين الأسرة والمدرسة ضروري أن تكون نتائج مرضية. طبعا شرفت مدرسة الداخلة، شرفت قرية أو مدينة تيسا، شرفت نيابة تونة، شرفت جهة مكناس فاس، وشرفت المغرب من شماله إلى جنوبه. هل فعلا كانت جهات معينة أرادت الركوب على مثل هذه الأحداث مع الأسف، ولماذا؟ طبعا أنا عندي ملاحظة وجيهة بعد حصول هذا النجاح وهذا الإشعاع على المستوى العالم العربي لمؤسسة مدرسة الداخلة. هناك بعض الأقلام من يقول بأن التلميذة من مدينة تيسا أو قرية تيسا، وهناك من يقول بأنها من فاس، وإنها وهناك من يقول بأنها من بولمان. لكل هؤلاء أقول مقطعا من قصيدة كتبتها، أقول لهؤلاء: اقرأ، اقرأي، اكتب، اكتبي، لا تضحكوا دون سببي، كفى من الشغب، كان المعلم أبي بأحلى عمامة وأغلى جلباب، بليغا يتقن فن الخطب، سألته ألححت في الطلب، من أكون ولم أتيت أو لوجودي من سببي، نظر إلي بإعجاب وعجبي، أجابني بكثير من الحب والأدب، أنت ابني حبيبي من صلبي، وارث ديني ونسبي، أتيت من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، جبلي ريفي أمازيغي صحراوي عربي، أنت المغربي الأبي، أنت المغربي الأبي، أنت